ورجعنا لكم تاني مشاهدينا طبعا هنا في برنامج يوم في الخير. بنحب ان احنا نقدم كل التهنئة للأستاذ محمد عبد الله خفاجي ابن محافظة قنا وبالتحديد مركز أبو طشت، وطبعا أحد أبناء الجالية المصرية في الكويت. يعني كل التوفيق والدعم يا رب العالمين. ودلوقتي مشاهدينا مع بجد يعني من أكتر الفقرات اللي فعلا إن أنا بحبها، فقرة أنت تقدر. النهاردة معانا مجموعة شباب الخير. أولا بنحب إن احنا نرحب بيهم الأستاذ يوسف منصور رئيس الرابطة، رحب بحضرتك أستاذ يوسف، والأستاذة إسراء مؤمن عضوة في الرابطة، مرحبا بحضرتك يا استاذة إسراء. طبعا مجموعة شباب الخير هي مجموعة خيرية، في نجع حمادي. تمام. ممكن حضرتك يعني تكلمنا عن أول حاجة مثلا؟ طيب معلش أعتذر ليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد عبد الله خفاجي، طبعاً أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أستاذ محمد، ومبروك يا فندم على التكريم، ويا رب مزيداً بالتوفيق إن شاء الله. تحياتي ليكي وتحياتي إلى قناة الصحة والجمال وكل الإعداد وكل الأخوة القائمين على العمل، وإن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني بصراحه في حابه ان انا اسال حضرتك، انه حضرتك كان ليك دور بارز في ازمه كورونا، يعني بمساعده طبعا المسؤولين في الكويت وابناء الجاليه المصريه في ازمه كورونا على تصفير المصريين ونقل الجسامين وما الى غير ذلك. ولذلك تم تكريمك طبعا من الشيخه الصباح انتصار الصباح اميره الكويت، طبعا احنا بنحييها. حضرتك كلمني يا استاذ محمد كده على اهم الصعوبات اللي حضرتك واجهتها في هذا الامر. تحياتي لك يا اخت مروه من الكويت وكل الاخوه الاعداد. طبعا نبارك للشعب الكويتي اولا بتولي سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد صباح وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد صباح الحكم بعد وفاة المرحوم الشيخ صباح الأحمد، ونبارك برضه للشعب الكويتي جميعا على العرس الديمقراطي وانتخابات مجلس الأمة وانتهاء والانتهاء منها على خير. تمام تمام. طبعا بالنسبة للتكريم، طبعا كان من معالي الشيخة أولا الشيخة انتصار صباح من الأسرة الحاكمة بالكويت، لها دور بارز في العمل التطوعي وموجودة في العمل العام دائما موجوده. طبعا الفرق التطوعيه هنا في الكويت تمتاز ان هي كلها ايد واحده، الكل متكاتف كان مع الدوله من الازمه في شهر من اول ثلاثه لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دلوقتي، كان كل الفرق التطوعيه موجوده في كل المحافل وكل المواقع مسانده للدوله ومسانده للجهات الرسميه، من تعقيم من متابعه من تنظيم من هذه الامور كلها، الكل كان يشارك بكل حب وكل اخلاص. وكان لي الشرف اني انا اكون من ضمن الحمله كعضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج وعضو من اعضاء فريق استقلال 61. طبعا يا فندم احنا طبعا يا استاذ محمد بجد بنشكر حضرتك جدا، وبنتوجه برضو بالشكر للمره الثانيه للشيخه انتصار الصباح اميره الكويت على مجهوداتها الرائعه وهذا التكريم طبعا، وشكرا جزيلا لحضرتك يا فندم وبالتوفيق يا رب دايما. اسفه طبعا يعني على المقاطعه. طبعا نجع حمادي وبرده هنا يعني النهارده تمام. جميل جدا. كلمني بقى يا استاذ يوسف كده على اهم المبادرات او اهم الحاجات اللي انتوا عملتوها في رابطه شباب الخير. احنا الحمد لله كنا مجموعه شباب مع بعضينا، هدفنا الخير، نساعد اخواتنا المسلمين والمسيحيين. تمام. هدفنا واحد. تمام. وكلنا واحد في هدفنا، والحمد لله الحمد لله رب. احنا حصلنا على 2500 عمليه جراحيه على نفقه الدوله. تمام. حصلنا على 11000 كشف بالمجاني. برضه بحب اشكر الدكاتره والمسؤولين الذي ساعدونا في المبادره شباب الخير. يعني الدكاتره برضه الحمد لله دكاتره نجا حمادي كلها واقفه معانا وشغاله معانا، الدعم كلها ليها. يعني انا بعد ما بروح للدكتور الحاله دلوقتي كشوفات بره ب 150 جنيه و200 جنيه.
لا في حالات معلش ما بتقدرش ايه تدفع المبلغ ده. طبعا في حالات فقيره ما تقدرش ايه انها تدفع 150 جنيه 100 جنيه ما تقدرش تدفعها. احنا بنروح للدكتور، احنا مجموعه شباب الخير هدفنا ان نساعد الحاله دي، نكشف لها بالمجاني والحمد لله برضه نوفر لها العلاج بالمجاني، او كان تحاليل او اشعاعات نوفرها لها بالمجاني والحمد لله. دكاتره مستضافه معانا يعني اهلا بيكم، اتفضلوا معانا والحمد لله يعني شغالين معانا شغل كويس. تمام، رائع جدا. طيب لو احنا بنتكلم النهارده برضو يا استاذ يوسف على الحالات، يعني ايه المقياس؟ يعني هل مثلا بيتم بحث، مثلا طلب بحث او انتوا بتبحثوا عن الحالات دي، ولا هو مثلا لا يعني إيه؟ لا طبعا يا فندم، احنا الحمد لله بننزل للحاله البيت ونشوف الوضع بتاعها، الوضع الاجتماعي بتاعها ايه، ونشوف يعني الحاله مستحقه ايه، وان شاء الله احنا اللي بنقدر عليه بنوفره مع الحاله. يعني احنا الحمد لله مجموعه مش جمعيه خيريه، احنا مجموعه شباب. مجموعه شباب هدفها ان نعمل خير، نعمل حاجه في بلدنا. طبعا يعني احنا دايما مش شرط ان هو يكون الخير انه يعني تحت كيان، بس احنا كاشخاص ممكن ان احنا من خلال طبعا ان احنا يكون كده. يعني ده يخليني ان انا ارجع لك تاني طبعا يا اسراء، انه ازاي النهارده اولا انت بداتي في العمل ده من امتى؟ والله انا كان اول ليا في بدايه العمل الخيري نزلت جمعيه اولا. كنت في جمعيه الرساله، بدات بالعمل الخير وكده. فقبل القوافل الطبيه على قدر المستطاع قدرنا نشارك مع بعض وكده. بعدين استاذ يوسف بقينا ننزل قوافل طبيه، هو طبعا مسؤول عن القافله الطبيه. جميل. وبجد مسؤول هايل جدا وشخصيه محترمه، وبجد شوس كبير للاستاذ يوسف يعني. واحنا بنضم طبعا بنضم صوتنا ليها طبعا. طيب يعني يا استاذ يوسف النهارده، هل احنا عارفين طبعا انه العمل التطوعي او العمل الخيري هو بيبقى شاق، لكن خلينا نتكلم بصراحة، يعني امتى جات لك الفكرة دي؟ انا جات لي الفكرة اولا الحالة دي عشتها قبل كده، يعني حسيت انه الانسان المحتاج محتاج ايه. معليش انا كنت بنزل المستشفيات الحكومة، كنت الحالات معليش بلاقيها ممكن معليش بتموت عشان ايه جاز الدواء، بتموت عشان برشام ما قدرش ايه تجيبه من بره. وبرضه بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قوام الانتظار. يعني احنا ما كناش نعرف نفقه الدوله الاول ولا اجراءات نفقه الدوله، دلوقتي الحمد لله الحمد لله رب احنا نفقه الدوله شغالين عليها شغل هايل. طبعا يعني فخامه الرئيس انا عرفنا برضه ازاي نتعامل مع نفقه الدوله وناخده حقنا برضه والحمد لله. والحالات دي معلش في حالات معلش ما عارفاش ايه نفقه الدوله. طبعا احنا بنساعدهم الحمد لله الحمد لله رب، عن طريق التوعيه يعني. طبعا الحمد لله احنا انا الحمد لله كل يوم الاثنين باخد عربتين من نجا حمادي وفرشوط وابو تشت، يعني جميع محافظه قنا بالكامل. الناس المحتاجه حاجه في نفقه الدوله بوديهم المستشفى، باخد لهم عربيه مخصوص على حسابنا وبوديهم المستشفى وبخلص لهم الاجراءات بتاعت نفقه الدوله خالص، وبرجعهم تاني لحد ايه المكان الذي هم ساكنين فيه. تمام، اكتر من رائع. طيب يعني لو في عجاله ثانيه سريعه كده تكلمينا على رسالتك او الامنيه اللي عندك اللي نفسك ان هي تتحقق، برنامج يوم في الخير. والله امنيتي ان احنا دايما نبقى ايد واحده ونشارك في الخير دايما. طبعا كانت بدايه أول السنة دي 2020 كانت بداية القفلة الطبية طبعا قبل موضوع كورونا. طبعا كنا بننزل قوافل طبية على جميع محافظة الصعيد وكده. فبعدين طبعا بعد موضوع كورونا دلوقتي في مركز عيون مصر، وبجد بنشكر مركز عيون مصر بجد يعني هايل جدا، ويعني كلنا بجد يعني بجد عايزين نبقى إيد واحدة. وطبعا مركز عيون مصر ده بننزل القفلة الطبية دي بأسعار رمزية جدا. حتى الكشف برضو لو في حالة مثلا محتاجة أو اللي هي مش يعني مش محت يعني
اللي هو ايه مش معاها غير مقتدره. غير مقتدره تمام. انا المركز وطبعا يعني انا اسفه جدا على الوقت، بس انا هنا في برنامج يوم في الخير يعني تمام. انا بشكركم جدا وان شاء الله على وعد بتجدد الموعد، وبجد انا مبسوطه جدا، واتمنى ان كل الشباب تكون يعني فعلا زيكم كده ويحتزوا بنفس الحزو ده. وفي النهايه مشاهدينا كان معنا، نشكر شباب الخير كلها على محافظه انا كلها، بنشكر مركز فرشوط، مركز ابو تشت، مركز دشنا، مركز الوقف، مركز كل اللي شاركوا معانا في القفله الطبيه، بجد شوز كبير ليهم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وفي النهايه مشاهدينا طبعا كان معانا اسراء مؤمن، عضوه في رابطه شباب الخير، والاستاذ يوسف منصور رئيس الرابطه. طبعا الوقت بيمر جدا معاكم بسرعه، تابعونا على صفحتنا من خلال برنامج يوم في الخير، صفحه الفيسبوك، وطبعا بننتظر من خلال تليفوناتكم، وان شاء الله انتظرونا كل خميس في 10 صباحا. وفي النهايه نحب نقول ان يوم في الخير هو دعوه لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير وحفظ الله.